هناك أناس ابتلاهم الله عز وجل بالأمراض. أخي في الله اصبر، فإن الله عز وجل قد مدح أيوب عليه السلام، ابتلاه الله عز وجل بالمرض 17 سنة طريح الفراش، ثم بعد ذلك بعد صبره واحتسابه الأجر من الله عز وجل مدحه الله في سورة صاد. الله أكبر أحبتي في الله، الله يمدح أيوب في كتابه في سورة صاد: يا من صبرت على المرض أبشر بأن الله عز وجل يثني عليك، يثني عليك يا من صبرت واحتسبت الأجر منه. قال سبحانه وتعالى: إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.